عزيمة أمام ترجي الجنوب. فريق المتناقضات النادي الرياضي حمام الأنف يسترجع ما فرط فيه في زويتن في مباراة عرض 3 أهداف ومستوى جيد على وقع حوار تكتيكي شيق بين الخطي وبوشير. النجم يدخل بقوة بعد 8 دقائق، الضغط يولد هفوة يقوم بها مهدي رسايسي على نجا حمادي. نصر الجوادي قريب من العملية يعلن على ضرب الجزاء ينفذها بنجاح بلال يكن. رد فعل همامة كان محتشم. أول محاولة جدية كانت من أقدام ميشيل بوشير. الكرة الثابتة شكلت مصدر اخطر في فريق الضاحية الجنوبية على غيار دقيقة 31. زياد الزياد ينفذ الركنية. المغربي في الاستقبال ورسايسي في الاختتام يعادل النتيجة. انطلاقة جديدة للمباراة مع ضغط محلي قابل نجاح تكتيكي من أبناء بوشير في التصدي. 45 دقيقة الثانية في بدايتها ما اختلفتش على الأولى، ونجم المتلوي كان الأقرب للتهديف، لكن العارضة في دقيقة 61 تنقذ النادي الرياضي حمام الأنف بعد تصويبة ياسين مرياح، ثم البراد بن حمزة الباهي يفسخ هدف محقق. الهمهمة تتحرك من خلال الكرات الثابتة، ركنية الزيادي وسيف الله حسني في القائم الثاني يضيع الهدف رغم موقعه المناسب. الواقعية عندها عنوان، نضيف لها السرعة في عكس الهجومات. 6 دقائق قبل النهاية فرصة الهدف تضيع على النجم الرياضي بالمتلوي. الكرة تتحول بسرعة والريكونفيرسيون ناجحة بفضل جاكيتي، والبقية هدف في ذكاء في التعامل مع الكرة. ثلاث دقائق بعد جاكيتي في هذه المرة في انطلاق العملية يمهد لليبري، وتيمينغ صحيح من الحارس السويسي يحاول الركنية وفرصة تثبيت النتيجة تضيع. وثاني هزيمة النجم الذي بالمتلوي على ميدانه، وتبقى الهمامة فريق المفاجآت.